نبدأ بسم الله. طبعا الجميع رابح معنا بإذن الله اليوم، علما بأن البرنامج ولله الحمد جزى الله القائمين عليه خير الجزاء تطور، وهذا بفضل الله علينا. نبدأ بسم الله. العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، فكر فكر لازم تربح، لازم توصل، لازم تنجح، خليك صاحي احذر تسرح، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، قوي قلبك طول اللعبة، خط تكسب حبة حبة، اللي تكسب به العبة، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، حيلك شده خصمك عده، لو مرة تخسر بترده، عزمك خله ما حد قده، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، العب العب لا لا تبالي، خلك في لعبك مثالي، خلك متعاون يا الغالي، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، العب في خطة مدروسة، لا تخلي هاللعبة حوسة، تلقى النتائج معكوسة، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، حرك دمك كلش جايز، يمكن تصبح انت الفايز، اللعبة فيها جوايز، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يلا يالله شد الهمة، العب شد الهمة، العب العب شد الهمة، اتعب تكسب نحو القمة، لا لا تكسل انت الافضل، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، فكر فكر لازم تربح، لازم توصل، لازم تنجح، خليك صاحي احذر تسرح، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، قوي قلبك طول اللعبة، خط تكسب حبة حبة، اللي تكسب به العبة، يلا يالله شد الهمة، يلا يالله شد الهمة، حيلك شده خصمك عده، لو مرة تخسر بترده، عزمك خله ما حد قده، يلا يا الله شد الهمة، يلا يا الله شد الهمة، العب العب لا لا تبالي، خلك في لعبك مثالي، خلك متعاون يا الغالي، يلا يا الله شد الهمة، يلا يا الله شد الهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا والعودة أحمد. طبعا المشاركة ستكون برفع اليد، ومن ثم احنا سنختار. نبدأ بسم الله. ان شاء الله ما شاء الله عدد المشاركين كبير ولله الحمد. نختار مهند باسم. شيخ مهند. نعم يا شيخ. كيف حالك؟ الحمد لله يا شيخ. اختار رقم من 1 إلى 12. اختار رقم 7. اختار رقم من 1 إلى 12. 7. رقم فقرات من هو؟ ولد في فلسطين، ثم ذهبت به أمه إلى مكة المكرمة، وبدأ يتلقى العلم الشرعي، ثم رحل إلى المدينة ودرس على يدي الإمام مالك. هذا العالم اشتهر بالفقه واشتهر بالشعر، انتبه، اشتهر بالشعر،
واشتهر بالفراسة، عنده كتب من أهم كتبه كتاب الأم، وهو أحد الأئمة الأربعة. فمن هو؟ الإمام الشافعي، الإمام مالك بن أنس، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أبو حنيفة. الإمام الشافعي. الإمام الشافعي، شوف الإجابة الصحيحة. أحسن، إجابة صحيحة، الإمام الشافعي رحمه الله. مبروك عليك، دخلت معنا السحب ولله الحمد. طيب الآن نختار أيضا، بسم الله. ما شاء الله عدد المشايكين كبير. رقية سمير، الأخت رقية سمير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. الحمد لله. اختار رقم من 1 إلى 12 عدا رقم 7. رقم 1. رقم 1، يلا بسم الله. فقط، من القائل؟ من القائل؟ ما مكنني فيه ربي خير، ذو القرنين، أم طالوت، أم موسى عليه السلام، أم الخضر عليه السلام؟ ذو القرنين. شوف الإجابة. معنا السحب، حياكم الله، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. طيب الآن نشوف المشايكين. عرب ناصر، شيخ عوض، عوض ناصر. أنا أستاذ. مو أستاذ، أنا زي أخوك، الله يحفظك. اختار رقم من 2 إلى 12. إلا اختار 9. اختار 9، نشوف. فقط أسمعنا. طبعاً هذه الفقرة نبغاك تسمعنا تلاوتك الجميلة للقرآن الكريم. اختار لك مقطع، اختار لك مقطع جميل، وسمعنا ترتيل صوت جميل، لعلك إن شاء الله تدخل معانا السحب وتكسب أجر الأخوان اللي معانا في الغرفة، ومن يشاهد تكسب أجر أنك أسمعتهم القرآن إن شاء الله. يلا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما شاء الله، تلاوة جميلة، ولكن انتبه، وهذا البلد الدال عليها كسرة، أنت قلت وهذا البلد، ما في مشكلة، الله يحفظك، تلاوتك جميلة جدا، جزاك الله خير الجزاء، دخلت معنا السحب ولله الحمد. جزاك الله خير. آمين وإياك. نذكر الإخوة الأحباب بإخلاص النية، الواحد إذا أخلص نيته لله بإذن الله رب العالمين يوفقه وييسر له. طيب الآن نشوف، بسم الله، نختار.
الأخت نورة العلوي، عفوا العلوي، الأخت نورة العلوي، معذرة أنا ما توتر شوي، الله يعيني. بس هلا عبودي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وشو؟ أهلا وسهلا. اختار رقم، اختار رقم من من 2 إلى 12. رقم 5. طيب نشوف. احكي لنا عن تجربتك مع القرآن الكريم. ما هي أصعب سورة حفظتها؟ كيف أثر القرآن على حياتك؟ إيش التغيير اللي شفته أنه حدث والله بشكل ملحوظ، القرآن غيرني فعلا؟ وإيش أكثر آية أثرت فيك؟ سورة البند. سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أصعب سورة حفظتها، ولا تقصد من أكثر الآيات اللي أثرت فيك؟ لا سورة الفاتحة. طيب هي من أكثر بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا الحمد لله رب العالمين الرحمن طيب الرحيم. يعطينا التلاوة. طيب ما في مشكلة. رقم 6. لا خلاص، أنت خلصت، أنت قائلنا الآن، عطينا تلاوة خلاص إن شاء الله نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت ما شاء الله عليك، تلاوتك جميلة، بس أنت ما فهمت يعني طريقتنا، بس على كل حال ما في مشكلة، الله يحفظك، فرصة يعني فرصة أفضل إن شاء الله الأيام القادمة. شكرا جزيلا. تكون معنا يا شيخ في السحب، بس هو شو اسمه؟ هو داخل كأنه والله أعلم في عبد الله، اسمه عبد الله، خلاص تجي عبد الله. طيب عبد الله شوية بطل. اسمك ثنائي عبد الله شو؟ عبد الله السعودي، انا اسمي في نيسان. طيب احسنت يا عبد الله. طيب الان نختار ايضا. الاخت ريم مهدي. ريم مهدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ الحمد لله. الحمد لله. اختار رقم من 2 إلى 12. من 2 إلى 12. رقم 3. رقم 3، نشوف رقم 3. فقط في أي سورة؟ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. طيب هذه الآية التي سمعناها الآن في أي سورة؟ هل هي في سورة المائدة أو في سورة، ما شاء الله، شوف عاد الإجابة. بارك علينا وعليك. طبعا جميع رابح معنا بإذن الله، مجرد أنه الواحد يدخل وينوي نية طيبة بإذن الله الجميع رابح، الأجر وال يعني
دخل معنا السحب بإذن الله رابح في البرنامج. طيب عبد العزيز القحطاني، أخونا عبد العزيز القحطاني، شيخ عبد العزيز موجود؟ بس إذا الأخوة يتفضلوا، الشباب يتفضلوا بفتح الكاميرات، أما الأخوات فقط الصوت. تمام. طيب شيخ عبد العزيز موجود؟ نعم موجود يا شيخ عبد العزيز؟ نعم. طيب يلا اختار رقم من الاثنين الى الاثني عشر عدد الارقام التي اختارها زملائنا. اثنين استاذ. اثنين؟ طيب. ايه استاذ اثنين. فقط ما رأيك؟ ايش صح؟ هذه الفقرة الآن سنعرض عليك فيديو، شوف الفيديو وبعدين أعطيني رأيك في الفيديو. منظر طبيعي. طيب ايش رايك فيه؟ يعني لما نشوف مثل هذه الامور يعني ايش؟ اعطينا يعني اشعر بالسعاده والراحه. يعني لسه باقي شيء، يعني شيء مهم نوعا ما الواحد لما يشوف منظر جميل يسبح الله. نقول يعني عليك أحسن، يقول سبحان الله. أحسن، دخلت معنا السحب، الله يحفظك يبارك فيك، شكرا جزيلا، إجابتك جميلة، الله يبارك فيك. طيب الآن أختنا الكريمة الأخت رغد، يا شيخ في ثلاثة رغد. إيش؟ في ثلاثة رغد، أي واحدة؟ اللي لما يعني اليد المرفوعة لونها فاتح. عاد ما شاء الله علي أنا تقريبي جميل جدا. نعم. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختار رقم من الأربعة إلى الاثني عشر. أربعة. شوف بسم الله رقم أربعة. فقط التجويد. ما هي حروف القلقلة؟ في أربعة خيارات: قطب جد أو يرملون. طبعا هذه الكلمة تجمع الحروف، حروف هل هي كلمة قطب جد أم يرملون أم ينمو أم خص غطب؟ قطب جد. أي واحدة من هذه الكلمات؟ قطب جد. خيرا. بس يا شيخ إذا تعطينا الاسم الثنائي لأن في أكثر مرات. صحيح أفضل. أختنا الفاضل ممكن تمام تمام
طيب الآن نختار. بسم الله. والله صراحة أنا متحمس، يعني الحمد لله مستمتعين في البرنامج، والله يكتب الأجر للجميع. الأخ مصطفى العبيد. أيوة يا شيخ، أيوة، حياكم الله. الله يبارك فيكم. كيف حالك؟ يا مرحب، الله يبارك فيكم، حياكم الله. الله يحفظك، الله يرضى عليك، أهلا وسهلا، نورتنا. الله يكرمكم يا رب. آمين، الله يحفظك. اختار رقم من 5 إلى 12. الله يحفظك. كم يا شيخ؟ 11 خير. بسم الله، 11. طيب يلا بسم الله. فقط من صاحب؟ من صاحب؟ عبد الله خياط. ما شاء الله، أحسن إجابة صحيحة من قبل أن تبدأ الخيارات. سحبه بقوة. الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله يكرمك. شكرا جزيلا. الحمد لله. طيب الآن نشوف أيضا مشايخين. الله يجزيهم الخير. أهل القرآن ما شاء الله دائما من أهل الأخلاق، والحمد لله وهم خيرية الأمة. الله الله يجعلنا منهم ويثبتنا. طيب الأخت جوهرة حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كأن والله الصوت بعيد. نعم. الصوت بعيد، نعم. طيب اختار رقم من 5 إلى 12 عدد الأرقام التي اختارها زملاؤنا أخواتهم. خمسة. خمسة، رقم خمسة. بسم الله. فقط احكي لنا عن تجربتك مع القرآن. ما هي أصعب سورة حفظتموها؟ كيف أثر القرآن على حياتكم؟ أكثر آية أثرت فيكم؟ أكثر سورة آية أثرت فيني سورة البقرة. البقرة. إيش؟ الصوت بس بعيد، بعيد شوي. سورة البقرة. طيب أكثر آية أثرت فيكم؟ آل عمران. كيف أثر القرآن على حياتكم الأفضل يعني؟ وأكيد القرآن. أيوة. وأكثر آية نبغى، بس أكثر آية هذه لعل الله يهدي بها. كيف يعني؟ نقصد أكثر آية يعني لما قرأتوها يعني الواحد يشعر بالخشوع والتدبر. أحيانا الواحد يقرأ آيات يعني يعيش مع القرآن فعلا، يحس بروعة القرآن وجمال القرآن. سورة الفاتحة. سورة آيات سورة الفاتحة. نعم سورة الفاتحة. جزاكم الله خير. طيب ما وجدتم أثر للقرآن على حياتكم؟ يعني إيش غير القرآن في حياتكم؟ والله القرآن يغير في حياة الإنسان، يعني سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، يأثر فينا يعني بالبركة والخير، ويعني يكسبه في الدنيا وفي الآخرة، ولله الحمد. الحمد. وخيرا كثيرا يعني سبحان الله. الله يجزيكم الخير، شكرا جزيلا، دخلتم معنا السحب بإذن الله. شكرا جزاكم الله. طيب الآن نشوف. بسم الله.
الشيخ عبد الله خالد. الشيخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ كويس الحمد لله. الحمد لله، إن شاء الله دائما، الله يحفظك ويعافيك. اختار إما رقم 6 أو رقم 10 أو 8 أو 12. 8. رقم 8، بسم الله. فقط سؤال وجواب. كم استغرق نزول القرآن الكريم؟ يعني القرآن لما بدأ النزول، كم استغرق نزول القرآن الكريم؟ 12 سنة، 10 سنوات، 18 سنة، أم 23 سنة؟ 23. ما شاء الله عليك، إجابة صحيحة. يجيبوني الناس يقولها بانطلاق، بثقة بالنفس. الله يحفظك يا شيخ عبد الله، شكرا جزيلا، دخلت معنا السحر، الله يحفظك. جزاك الله خير. آمين وإياك، الله يسعدك. طيب شوف، دور. بسم الله بسم الله. نشوف الأخت ريم محمد. ريم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله. بختار رقم 6. بسم الله، نشوف رقم 6. فقط من ألف؟ تمام. من هو مؤلف كتاب تيسير الكريم الرحمن؟ هل هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أم الإمام ابن كثير، أم الإمام محمد بن جرير الطبري؟ عبد الرحمن. عفوا، ممكن لو تعيدوا؟ عبد الرحمن. دخلتوا معنا السحر، الله يحفظك، جزاكم الله خيرا. آمين وإياكم. طبعا هو كتاب تيسير الكريم الرحمن من أفضل الكتب، تفسير جميل جدا. طيب الآن نشوف مشايكين. يا أحباب، بس نصيحة، إذا أردت أن نختارك حاول أنك تكتب اسمك أقل شيء الاسم الثنائي، لأنه يمكن لما تكتب اسمك لحاله يكون في أكثر من واحد، فيصعب علينا أن نختار. تمام يا أحباب، الله يحفظ. طيب نشوف الأخ عبد العزيز فهد الفخري. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حيا الله. الله يحييك ويبارك فيك، حالك؟ الحمد لله. الحمد لله بك، الله يحفظك ويبارك فيك. طيب يلا اختار رقم 10 أو 12. 12. شوف رقم 12، بسم الله. فقط استخرج تدبر. تمام.
آية وإن يستعففن خير لهم. أعطينا لمحة تدبرية بعد ما تستعين بالله عن هذه الآية. طبعاً وإن يستعففن خير لهن، هذه في سورة النور. كيف يعني وإن يستعففن خير لهن؟ والله أنا راح أقول لك الآية كاملة وأظن أنك راح تفهم على المعنى، لأن أنا ما أبغى أفسر، يعني يمكن تفسير يطلع خطأ أو ما أعطيك تفسير مثالي 100%. ولكن الله سبحانه وتعالى قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الآية كانت تتحدث عن النساء الكبيرات في السن، يعني اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني لا يريدون الزواج، هم كبيرات في السن، فليس عليهن جناح أن يضعن النقاب أو الخمار، يعني يصير يكشف على وجهه، يصير حجاب عادي، فهمت علي؟ يكشف على وجهه يصير حجاب عادي. رب العالمين قال وأن يستعففنا، يعني إنهم يظلوا على الخمار خير لهن. عاد هذا تفسير، يعني إن شاء الله عادي يعني يوضح لك المعنى. نقول لك أعطينا لمحة تدبرية من هذه الآية. إنه للنساء خير لهن أن يلبسن النقاب. صحيح، ما شاء الله عليك، أحسنت، بارك الله فيك، دخلت معنا السحب. طيب باقي شيء يا شيخ عبد الله؟ بقى سؤال يا شيخ. طيب رقم 10. طيب الآن نبحث نشوف عاد. بسم الله بسم الله. نشوف الأخت أماني الطواح. طواح، أخت أماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله. لم يتبقى سوى رقم 10. أيوة اختار رقم 10. طيب بسم الله. فقط دقة الملاحظة. ماشي بسم الله. بسم الله الرحمن. ركز جيدا في الفيديو التالي. ركز جيدا في الفيديو بعد. يكفينا الآن إلى هنا. بس هو الدقة يا شيخ في الصورة، فالصوت ما نحتاج، فقط الصورة خلهم يعني دقة فيها بعدين. ما في مشكلة، خلينا نبدأ السؤال على بركة الله. ما لون البيت اللي كان بالفيديو؟ عاد هذه واضحة جدا، يعني أصفر أم أحمر أم أزرق أم أخضر، هذه واضحة.
أخضر. متأكدين؟ عفوا هي قالت أخضر، أقولها متأكدة؟ تمام. لا مين يا متأكدين؟ أصفر أصفر أصفر. تمام أصفر، نشوف بسم الله. أحسنتم، إجابة صحيحة، دخلتم معنا السحب. عاد الآن شوف بسم الله من الفائز في السحب، وكلنا إن شاء الله فائزون ورابحون. مجرد حفظ القرآن الكريم وأن رب العالمين يوفقنا أن ندخل ونكون يعني في حلقات مع أهل الذكر ولله الحمد، هذه لحالها نعمة، لحالها فوز كبير. الله جميعا، نبدأ السحب. بسم الله، عاد هذه أكثر فقرة حماسية في البرنامج كله. ثواني يا شيخ، ويبدأ بإذن الله السحب الآن. ما في مشكلة، بس عاد إحنا قاعدين نتحمس كثير، يعني تحمسنا. هذا والله أنا نفسي متحمس أعرف مين اللي فائز. دخل معنا يعني الحمد لله إخوة 12 واحد أو يمكن 13 واحد، نشوف عاد مين اللي راح يفوز بالسحب. كأنه تأخر يا شيخ عبد الله. عاد ثواني يا شيخ، شوف بسم الله. من الفائز بين الأخوة اللي شاركوا معنا؟ نبدأ باسم الله. بسم الله ابدأ. كان في تأخير في الصورة، ف هو الفائز الأختين مهدي. نعم. طيب مبروك، مبروك عليكم. أيضا بناخذ يعني احنا فائز أيضا. يعني يا شيخ أنا فائز أيضا، الله ما في مشكلة. يستاهلون يا شيخ. والله يستاهلون حقا، يعني انا لو بيدي كان خلي كل يعني كل اللي داخلين هنا فائزين باذن الله، فائزين يعني فوز هذا، وهم باذن الله فائزين فوز الاخر باذن الله. الشيخ عبد العزيز، عبد العزيز الفخي هو اللي فاز. نعم يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، مبروك على اخوتنا الفائزين الاخت ريم والاخ عبد العزيز، مبروك عليكم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم على صبركم وتعاونكم،
جزاكم الله عنا خير الجزاء، حقا استمتعنا اليوم، ونعتذر بشدة عن كل الأخطاء التي ظهرت في البرنامج من عرض أو تقديم، والله المستعان. جزاكم الله خير الجزاء وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك فوزك يا عسى الله يغني، مبروك لأحبابك وجمهور يغليك، أحلى القصايد لك تجي يا عزيزي. مبروك فوزك يا عسى الله يغني، مبروك لأحبابك وجمهور يغلي. يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا 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 يا لا 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 لا. مبروك لأحبابك وجمهور يغلي، أحلى القصايد لك تجي يا عزيزي. مبروك فوزك يا عسى الله يغني، مبروك لأحبابك وجمهور يغليك، أحلى القصايد لك تجي يا عزيزي. مبروك فوزك يا عسى الله يهني.